إيمان خليف اسم أصبح محفوراً في تاريخ الرياضة الجزائرية. إنها رمز للأمل والإصرار. شابة من أصول متواضعة تجرأت على الحلم الكبير. شغفها رياضة الملاكمة. هدفها الميدالية الذهبية الأولمبية. لم يكن طريقها سهلاً، لكنه كان مليئاً بالتحديات. بدأت رحلة إيمان في شوارع الجزائر العاصمة الصاخبة، حيث اكتشفت حبها لهذه الرياضة. كانت تتدرب في كل فرصة، حتى في الشوارع. كانت موهبتها لا يمكن إنكارها، وتفانيها لا يتزعزع. لم تتوقف أبداً عن السعي نحو الأفضل. تدربت بحماس لا يلين، وضرباتها تتردد في صالة الألعاب الرياضية، وكل لكمة دليل على طموحها. كانت تتحدى نفسها يومياً. سرعان ما دفعها روحها التي لا تكلف وموهبتها الفطرية إلى الصدارة. أصبحت قدوة للكثيرين. سيطرت على المسابقات المحلية ولفتت أنظار المدربين الوطنيين. كانت بداية رحلتها نحو العالمية. كان صعود إيمان صاروخياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث بدأت رحلتها من الصفر. شقت طريقها عبر البطولات الوطنية، محققة فوزاً تلو الآخر، متفوقة على منافساتها بمهارة وإصرار. كانت براعتها في الحلبة مشهداً يستحق المشاهدة، مزيج من السرعة وخفة الحركة والقوة الغاشمة، مما جعلها محط أنظار الجميع. أعلن ظهورها الدولي الأول عن وصولها إلى المسرح العالمي، حيث أثبتت جدارتها بين أفضل الرياضيين. تفوقت على خصومها وحصلت على ميداليات ذهبية في العديد من البطولات الدولية، مما عزز مكانتها كالنجمة عالمية. لم تكن انتصاراتها مجرد انتصارات شخصية، بل كانت مصدر فخر هائل للجزائر، حيث ألهمت جيلاً جديداً من الرياضيين. شاهد العالم بذهول هذه الشابة وهي تشق طريقها نحو قمة رياضتها، محققة أحلامها وأحلام وطنها. لكن نجاح إيمان لم يخلو من المنتقدين، فمع صعودها إلى القمة بدأت شائعة خبيثة بالانتشار. همسات تشكك في جنسها وتلقي بظلال من الشك على إنجازاتها. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أرضاً خصبة لهذه الإدعاءات الكيدية. انتشرت الشائعة كالنار في الهشيم، مدفوعة بالجهل والتحيز. هددت الشائعة بطمس عمل إيمان الشاق وتفانيها. تصاعد الضغط واختبرت عزيمة الرياضية الشابة. الحقيقة مع ذلك قوة هائلة. الحقيقة دائماً تنتصر في النهاية. إيمان خليف امرأة، جنسها مؤكد من خلال القنوات الرسمية. لم يكن هناك أي شك في ذلك. كانت الشائعات لا أساس لها من الصحة، وهي مثال واضح على كيف يمكن للمعلومات المضللة أن تضر بسمعة الفرد. هذه الشائعات انتشرت بسرعة، لكنها لم تصمد أمام الحقائق. تصدت إيمان للجدل بنعمة وكرامة. لم تدع هذه الشائعات تؤثر على تركيزها أو أدائها. رفضت السماح للسلبية بطمس إنجازاتها. استمرت في تحقيق الانتصارات وإثبات نفسها. كانت شجاعتها في مواجهة هذه الشائعات الكيدية مصدر إلهام للرياضيين الشباب في جميع أنحاء الجزائر. أصبحت رمزاً للقوة والعزيمة. تتجاوز رحلة إيمان حلبة الملاكمة. لقد أصبحت رمزاً للصمود والتصميم ومحاربة المعلومات المضللة. قصتها تلقى صدى لدى الشباب الجزائريين، وخاصة الفتيات، الذين يجرؤون على الحلم الكبير. لقد أشعل نجاح إيمان شغفاً برياضة الملاكمة في الجزائر. يزداد عدد الفتيات الصغيرات اللواتي يمارسن هذه الرياضة مستوحيات من بطلتهن الوطنية. يتجاوز إرث إيمان الميداليات والأوسمة، إنه يتعلق بتمكين جيل. تعد ميدالية إيمان خليف الأولمبية إنجازاً تاريخياً. إنها أول ميدالية أولمبية للجزائر في رياضة الملاكمة، وهي شهادة على عملها الجاد والقوة المتنامية للرياضة الجزائرية. انفجرت الأمة بأكملها احتفالاً عندما حصلت على الميدالية. انتصار إيمان هو منارة أمل وشهادة على الروح التي لا تقهر للشعب الجزائري. إنها لحظة ستبقى محفورة إلى الأبد في سجلات التاريخ الرياضي الجزائري.